بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 13 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة نعرض أسئلتكم على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا بفضيلته نرحب به، فحياكم الله فضيلة الشيخ صالح وبياكم. حياكم الله وبارك فيكم. سوف تستمعون أحبتنا الكرام في هذه الحلقة إن شاء الله إلى إجابات عدد من الأسئلة. أولها جاءت في رسالة من المستمع علي محمد من ليبيا، يسأل عن حكم التكبير الجماعي، ثم يسأل عن وقت تحريم الصيد على المحرم، ثم يسأل عن استخلاف الإمام لغيره. ثم مجموعة أخرى من الأسئلة للمرسلة هاء ألف من الرياض، تسأل عن أفضل السور قراءة في قيام الليل، وعن حمل المصحف في الصلاة المفروضة، وعن حديث ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيها من عشرة الحجة. وبعد ذلك سؤالان للمستمع هادي أحمد رباح من الرياض، عن صوم يوم الجمعة إذا صادف البيض، وعن صيام آخر شعبان تطوعا. ثم سؤال من المرسلة هاء فاء عين من عرعر، عن نشر الزوجة لأسرار زوجها وكذبها عليه. ثم سؤال عن تفسير قول الله تعالى والقواعد من النساء بعث به الريح أحمد من السودان. ثم سؤال لبلال بن علي من الأردن عن حكم القنوت في صلاة الوتر، وبعده سؤال آخر عمن نوى الصيام تطوعا ثم تركه. وبعد ذلك سؤالان من محمد أبو ثامر من الأردن أيضا، عن الوفاة في حوادث السيارات هل هي شهادة أم لا، وعن الزكاة في سيارات الأجرة أو في أثمانها. وبعد ذلك مجموعة من الأسئلة للمرسل أحمد دربشي من جيزان، يسأل في أولها عن اصطحاب الأطفال إلى المساجد، ثم عن إزالة المرأة شعر حاجبيها أو تخفيفه، ثم عن معنى قول الله تعالى حكاية عن إبليس ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أولى رسائل هذه الحلقة من المستمع علي بن محمد من ليبيا، بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: ما حكم التكبير الجماعي في المصليات والمساجد يوم الجمعة قبل الخطبة؟ فالناس عندنا يقولون جماعة هذه الصيغة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فهم يقولونها بما يشبه أنغام الأناشيد. وما حكم تكبير الإمام في أثناء الخطبة 3 مرات بين الحين والآخر والناس يرددون خلفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن التكبير في ليلتي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والتكبير في أيام 10 ذي الحجة وفي أيام التشريق مشروع وسنة مؤكدة. التكبير المطلق في جميع الأوقات من هذه الأيام، والتكبير المقيد بأدبار الصلوات الخمس في أيام التشريق، كل هذا مشروع ومستحب، ولكنه يكون بصفة انفرادية، كل يكبر لنفسه ويرفع بذلك صوته. أما التكبير الجماعي فإنه بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتفقون على صوت واحد ويكبرون بصوت واحد وينغمونه، وإنما هذا من فعل الصوفية ومن شعار الصوفية، فهي صفة مبتدعة يجب النهي عنها. نعم. يقول: وما حكم تكبير الإمام في أثناء الخطبة 3 مرات بين الحين والآخر والناس يرددون خلفه؟ كذلك تكبير الإمام في خطبتي العيدين في أولهما أو في أثناء الخطبة مشروع، داخل في مشروعية التكبير في هذه الأيام، ولكن لا يكون بالصفة التي ذكرها السائل أنه إذا كبر الحاضرون بأصوات مرتفعة تكبيرا جماعيا، هذا بدعة، وإنما يكبر الخطيب فقط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: المحرم بالحج لا يجوز له صيد البر، فمتى يبدأ هذا التحريم ومتى ينتهي؟
وهل المقصود أنه لا يحل له الصيد في الأشهر الحرم الأربعة؟ الصيد مباح، أباحه الله سبحانه وتعالى في سائر أيام السنة وفي سائر الأمكنة ما عدا حالتين، حالها الأولى حالة الإحرام، فالمحرم لا يجوز له أن يصطاد، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم، المحرم لا يجوز أن يصيد ولا أن يساعد على الصيد أو يشير إليه، كل هذا محرم في حقه، وكذلك لا يجوز الصيد في الحرم وهي الحالة الثانية، الحالة الثانية لا يجوز الصيد في الحرم مطلقا لا للمحرم ولا لغيره، قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا ينفر صيده، فلا يجوز الاصطياد في داخل الحرم يعني داخل أميال الحرم المكي لا للمحرم ولا لغيره. في هاتين الحالتين حالة الإحرام وحالة كون الإنسان في الحرم لا يجوز الاصطياد ولا تنفير الصيد أو الإعانة على قتله. نعم. قال هل المقصود أنه لا يحل الصيد في الأشهر الحرم الأربعة؟ قلنا يجوز الصيد في كل وقت الأشهر الحرم وغيره ما عدا هاتين الحالتين حالة الإحرام وحالة كون الإنسان في الحرم. نعم. صلى الله عليه وسلم. شيخ ما ورد أنه من اتبع الصيد غفل؟ لا ينبغي أن يكون كل شغل الإنسان متابعة الصيد لأن ذلك يشغله عما هو أهم في دينه ودنياه، ولكن إذا اصطاد في بعض الأحيان أو في الأوقات المناسبة فهذا مما أحله الله، والصيد أطيب مطعوم وأطيب مأكول لأنه لا يدخله شيء من المكاسب المحرمة، لكن يكون ذلك باعتدال. نعم. السلام عليكم. يقول في سؤاله الأخير الاستخلاف كيف يكون إذا كان الإمام ساجدا مثلا فانتقض وضوءه، هل يتقدم المستخلف وهو ساجد وكيف يقدمه الإمام، هل يسحبه أو يكلمه أو كيف يكون ذلك؟ الاستخلاف له حالتان، الحالة الأولى إذا أحس الإمام أنه سينتقض وضوءه أو أنه لا يستطيع إكمال الصلاة لعارض عرض له فإنه يستخلف أحد المأمومين ليكمل الصلاة، ولا خلاف في جواز ذلك. والحالة الثانية أن يسبقه الحدث ينتقض وضوءه، الإمام ينتقض وضوءه ويسبقه الحدث، ففي هذه الحالة المشهور أنه تبطل الصلاة، صلاته وصلاة المأمومين، لأن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الإمام وقد بطلت صلاة الإمام، فإما أن ينتظر الجماعة حتى يتوضأ الإمام ويبدأ الصلاة بهم من جديد، وإما أن يخلف الإمام من يصلي بهم ويستأنف الصلاة من جديد. وبعض العلماء يرى أن هذه مثل الحالة الأولى أنه يستخلف من يكمل الصلاة ولو انتقض وضوءه قبل الاستخلاف. نعم. ولكن الأول هو الذي تطمئن إليه النفس وهو قول الكثير من العلماء. نعم. أنه إن سبقه الحدث بطلت صلاة المأمومين، صلاته وصلاة المأمومين. نعم. كيف يستخلف؟ يقول كيف يدعو خليفته؟ يأمر واحد من الناس فيصلي بالناس يستأنف الصلاة من جديد لأن الإمام بطلت صلاة. أي نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المرسلة حاء ألف من الرياض تقول إلى فضيلة الشيخ صالح الفوزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد لدي أسئلة أود من فضيلتكم الإجابة عليها. أول أسئلتها تقول ما أفضل السور التي تستحب قراءتها في قيام الليل؟ ليس لقيام الليل سور مخصوصة بل يقرأ ما تيسر معه من القرآن، لقوله سبحانه وتعالى أقرأ ما تيسر من القرآن، وقوله أقرأ ما تيسر منه، فيقرأ المسلم في صلاة الليل ما تيسر له من القرآن من غير تخصيص بسور معينة ما عدا ما يقرأ في الشفع والوتر، فالأفضل أن يقرأ في الشفع في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وأن يقرأ في الثالثة بعد الفاتحة قل هو الله أحد، هذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي حمل المصحف في صلاة الفجر؟ تقول السائلة لأنني لا أحفظ السور الطويلة. ليس بلازم أن تقرأي من السور الطويلة، اقرأي مما تحفظين ولو كانت سورا قصيرة، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولا داعي لحمل المصحف ما دمت تحفظين شيئا من القرآن ولو كان يسيرا. نعم. السلام عليكم. في آخر أسئلتها تقول ما مدى صحة هذا الحديث، ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة فيها قيام ليلة القدر، أو
رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام العمل أحب إلى الله فيها من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله؟ قال وللجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أما التفصيل لياليها وفي صيام أيامها فلا أعرف شيئا ثابتا في ذلك. نعم. شابكم الله. المرسل هادي بن أحمد رباح من الرياض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا صادفت الأيام البيض يوم الجمعة والسبت هل يجوز صومها أم لا؟ نعم، يستحب صيام أيام البيض وهي اليوم 13 14 15 من الشهر ولو صادفت يوم الجمعة أو يوم السبت، لا حرج في ذلك. نعم. في آخر سؤال يقول وهل إذا صمت يوما وأفطرت يوما ثم صادف يوم صومي يوم الجمعة هل يجوز لي أن أصوم أم لا؟ كذلك لا بأس، إذا كنت ممن يصوم يوما ويفطر يوما سائر السنة فهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، وكان يقوم ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فإذا صادف اليوم الذي تصومه يوم الجمعة أو يوم السبت فلا حرج في ذلك. نعم. السلام عليكم. في سؤال آخر يقول لقد صمت يوم الخميس تطوعا ثم كان أول أيام شهر رمضان يوم السبت ولم أكن أعلم أنه لا يجوز صيام الأيام القليلة التي قبل رمضان، فهل علي إثم وما تلك الأيام التي لا تصام قبل رمضان؟ لا إثم على من له صيام معتاد أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، إنما النهي في حق من ليس له صيام معتاد وتعمد صيام يومين أو يوم قبل رمضان على أنها من رمضان، هذا هو المنهي عنه. أما من يصوم قبل رمضان من عادة أنه يصوم الخميس أو الاثنين أو يصوم أيام البيض وصادف ذلك ما قبل رمضان فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لم يقصد صيامها على أنها من رمضان أو مقدمة لرمضان، وإنما صامها بناء على صيامه المعتاد سائر السنة. نعم. فإن لم يكن له عادة صيام ولم ينوي عن رمضان، إذا لم يكن له عادة صيام فلا يصوم قبل رمضان يوم أو يومين، لأنه يخشى أن يكون ذلك زيادة في الصوم الواجب. قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة هاء فاء عين من عرعر تقول ما وجهة نظري فضيلتكم في أن الزوجة تنشر أسرار زوجها وتشكو للناس بأنه يضربها ولم يحترمها ولم ينفق عليها ولم يقدم لها من طلبات المنزل، وهذا كله عكس الواقع، بل إنه يقدم لها كل ما تطلب بل بزيادة عن ذلك، لكنها هي تنشر هذه الإشاعات الكاذبة حتى أصبح الناس يكرهون زوجها ويكرهون أهله. ما وجهة نظركم في ذلك وهل من توجيه لمثل هذه المرأة؟ أحسن الله إليكم. هذا من الغيبة المحرمة أن تكذب على زوجها وتتكلم في عرضه وهو غائب، هذا من الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة، ولا سيما غيبة الزوج. قال الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وما ذكر في السؤال هو من النوع الثاني من البهت، لأنها تكذب على زوجها فيما تقول عنه وهو غائب، فهذا إثم عظيم وغيبة قبيحة، فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان المستمع الريح عبد الرحمن أحمد جودان يقول ما تفسير قول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. القواعد من النساء هي المرأة التي كبر سنها ولا مطمع لها في الزواج، كبر سنها ولا مطمع لها في الزواج ولا يطمع أحد فيها، قوله تعالى لا يرجون نكاحا، هي لا تطمع في الزواج وهي أيضا ليست محل طمع للرجال، فهذه لا بأس أن تضع الثوب الجلال الذي تلتحفه النساء اللاتي
يخاف منهن الفتنة. وأما الثياب التي تستر جسمها هذه يجب عليها استعمالها، بشرط أيضا ألا تتبرج بزينة، ألا تلبس ثياب زينة أو تلبس الحلي وتظهره للناس غير متبرجات بزينة. والتبرج إظهار، التبرج هو إظهار الزينة أمام الناس أمام الرجال. فأباح الله للمرأة التي لا يطمع في نكاحها لكبر سنها أن تضع الثياب الزائدة عن ثياب الستر، الثياب الاحتياطية كالعباءة والجلال الكبير والملحفة، وأن تبقي عليها الثياب الساترة وتتجنب الزينة غير متبرجات بزينة. ومع هذا قال الله وأن يستعففن خير لهن، أي أن يلتزمن بالستر المعروف ولا يضعن الثياب، هذا خير لهن. نعم. هل في الرخصة للقواعد شيء في وجوه القواعد وكفوفهن؟ نعم، في الرخصة للقواعد شيء عن وجوه القواعد وكفوف القواعد أن تظهر؟ الذي ليس فيه فتنة ليس فيه فتنة لا بأس أن تظهره من الكفين والقدمين. أما الوجه فإنه عورة، الوجه عورة، من عورة المرأة ومما يجب ستره عن الرجال. نعم. سواء كانت كبيرة أو صغيرة. نعم. سلام الله إليكم. هذا المستمع بلال بن علي من الأردن يقول أرجو أن تجيبوني عن هذين السؤالين مشكورين. الأول، ما حكم الإقنات كتب كذا دعاء القنوت في صلاة الوتر؟ مستحب، قنوت في صلاة الوتر مستحب، إلا إن كان يقصد القنوت في صلاة الفجر فإنه غير مشروع إلا في وقت النوازل. القنوت في صلاة الفجر غير مشروع إلا في وقت النوازل وبقدر الحاجة فقط، وأما المداومة عليه فإنه لا أصل له، والمنع منه هو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وأما القنوت في الوتر من النافلة من صلاة الليل فإنه مستحب. نعم. في سؤال الثاني يقول إذا نويت الصيام نافلة وبعد ذلك لم أصم ولم يكن لي أي عذر، فما الحكم في فعله؟ الصيام النافلة إذا نويته ثم عدلت عنه فلا حرج، بل لو صمت صوم نافلة ثم أردت قطعه فلا حرج لأنه نافلة ليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد أبو ثامر من الأردن أيضا يقول في سؤاله الأول، هل من يتوفى نتيجة حادث سيارة يعتبر شهيدا؟ نعم، يدخل إذا كان من المسلمين المستقيمين على طاعة الله سبحانه وتعالى وأصابه حادث مفاجئ كالحريق والهدم وحوادث السيارات فإنه يكون من الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. سؤاله الآخر يقول هل تجوز الزكاة على ثمن سيارة الأجرة أم على الناتج فقط؟ الأعيان التي تؤجر من السيارات أو الدكاكين أو البيوت أو المزارع ليس فيها أجرة في أعيانها، ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة في أعيانها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول. الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، والحول يبدأ من العقد، فإذا تم الحول على الأجرة من إبرام العقد وجبت فيه الزكاة إذا كان نصابا أو يضم إلى ما يكمله نصابا. نعم. هذا مثل سائق سيارة الأجرة يا شيخ؟ هذا مثل اللي له سيارة يأجلها سواء كان هو السائق ولا غيره. نعم. المرسل أحمد دربشي من جيزان أبو عريش يقول في سؤاله الأول، فضيلة الشيخ، إن بعض الآباء يصرون على اصطحاب أطفالهم من المساجد وذلك دون بلوغهم السن السابعة، لذا أرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة عبر برنامجكم إلى أولئك الآباء المصرين على هذه الظاهرة. الأولاد الذين يبلغون السن السابعة وما فوق يستحب أمرهم بالصلاة وإحضارهم إلى المساجد ليتربوا على الصلاة وعلى الصلاة مع الجماعة حتى ينشأوا على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع ربوهم عليها لعشر. وأما من دون سن التمييز فإنه لا يؤمر بالصلاة ولا يحضر إلى المسجد إلا إذا كان والده يخاف عليه إذا تركه في البيت، فلا بأس أن يحضره في المسجد، لكن بشرط أن يمنع أذاه عن المصلين أو الإساءة إلى المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول، ما حكم إزالة الشعر من الحاجبين أو تخفيفه بالنسبة للمرأة؟ إزالة الشعر من الحاجبين أو تخفيف شعر الحاجبين هذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال لعن الله النامصة والمتنمصة. النامصة هي التي تأخذ شعر حواجبها، والمتنمصة هي التي تطلب من غيرها أن يأخذه، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. سيجب على النساء ألا يتعرضن لشعور حواجبهن لا بقص ولا بنتف ولا بحلق، بل يتركن
ركنهن كما خلقها الله جمالا لهن، والعبث بالحواجب هذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان أن يأمر به بني آدم، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ومن ذلك تغيير الحواجب كما ذكر ذلك حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. هذا الشيخ ما أنهيتم بالجواب أتى في سؤاله الثالث، يقول نصا ما معنى قول الله تعالى حكاية عن إبليس ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، يقول كيف يكون تغيير خلق الله وكيف يكون تبتيك آذان الأنعام؟ تبتيك آذان الأنعام قطع الآذان أو شقها تعظيما للأصنام، تعظيما للأصنام وهي البحائر. قال الله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، أنواع من أنواع الأنعام يعظمون بها أصنامهم، ومن ذلك أنهم يشقون آذانها علامة على أنها للأصنام، هذا من تبتيك آذان الأنعام. وتغيير خلق الله يدخل فيه نتف الحواجب أو حلقها أو قصها، هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذلك حلق اللحى؟ حلق اللحى محرم مستقل، محرم مستقل ولا يبعد أن يدخل في معنى الآية، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على تحريم حلق اللحى ونهى عنه وأمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإعفائها وإكرامها وعدم التشبه بالكفار في حلقها أو نتفها أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمعين الكرام، تكرم بالجواب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الداعمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم.